يا زلمة اي خسرتي خسرتي يا رجل. شو الكوع هذا؟ مش كوعي انا، هذا اكيد كوع فادي. يا جماعة الخير وين فادي؟ فادي مش حاسبك وعه. ولكن خم انت وياه، عسى يا ميكرون. والان مع برنامج المهاجر بنجاح مسلسل هجرة الغربان، النبضات المهاجرة ليست فرضا، تهاجر العقول الى الخارج. اخرى انا كبرت عزك. يابا متى راح يجي دورنا؟ صار لي 6 ساعات قاعد اجري نمله. ولا كلمة، اقعد لك 10 سنين نايم في الدار على جنب واحد لا شغلي ولا عملي، هسه صرت زهقان رجليك نمله، اقعد والبت كلها ساعة زمان. طيب يابا فيش اكل بالسفارة؟ والله جعت. والله ليش باكي يابا بطنين؟ اقعد اقعد ميلي. هلو مرحبا، أنا رجل حضاري وبحب الدول الحضارية، وأنت ولد حضارية، والصحيح أنا بيسعدني إنه هاجر على بلدكم ومشان يعني تأمين مستقبل أولادي، أولادي كلهم فلتات وفهمانين، يعني بحب يكونوا في 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 بلادكم. ومن الآخر يعني أنا مش طالع من هنا إلا لما أخذ موافقة الهجرة. شكراً. أهلا وسهلا، ما شاء الله سفرتش مشرحة. ترى أنا بحب أوروبا يعني، وبحب أروح غادة، بس يعني أنا دمي شرق أوسطي يعني، بقدر يعني مترددة، بس بحب أوروبا يعني أنا. وإحنا يعني متعامل مع أوروبا، بكينا نصدر لأوروبا أشياء كثيرة. أنا جدي بك عنده يعني مارس كبير، بكينا نصدر لأوروبا برتكان، البرتكان هول قد. كيف حالك انت؟ مشغول انت؟ أستاذي العزيز، تحية طيبة وبعد، أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا أحسن شيف بالبلد، ما فيش بعدي، وبعدين وصفاتي كلها غريبة ونادرة. أي نعم يعني الناس مش متقبلة هذا الموضوع لأنهم ما بفهموش فيها، بس أنا بمجرد ما أوصل السويد، وفي قاسم مشترك بيناتنا على فكرة، لأنه أنتوا أصلاً تنوع الطعام عندكم والخيارات قليلة، بس أنا حاجي وحقلي بالطاولة على الجميع، وحخلي كل شباب السويد أصحاب كروز زيي. هاي عمو، how are you? Are you good? أنا كمان I'm very good. زي ما أنت شايف أنا عم بتعلم الإنجليش، واسأل عظمي أنا I've worked very very hard إني أتعلم اللغة هاي. هلأ أنا طموحي أصير دكتورة عالمية، international doctor. فأنا صراحة موضوع الهجرة يعني أنا مش مع ولا ضد، بس أنا يعني أبوي جعباله فقلت ليش لا. أنا صراحة بحياتي ما سافرت، فكتير حابة أشوف برا البلاد والتغيير عن التقشف والعدس وبس، وإن شاء الله بليز قبلونا خلينا نسافر. اوكي انا اسفه، انا كثير متوتره بس كثير متحمسه. ثانك يو عمو. مرحبا عمو، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ طمني عنك. لا منيح شكلك كثير. عشان ندخل الموضوع على طول، انا جايك عشان 3 شغلات. اول شغله عشان ابوي ما يلخمنيش بالكشاط، وثاني شغله عشان ان شاء الله بدي اصير نجم كره قدم محترف، وثالث شغله عشان بدي اصير بوهيمي. ما تسالنيش يعني بوهيمي لاني بعرفش، بس اخوي دائما بيحكي لي بوهيمي. بقى بحب السويد كثير وبحبك كثير. يا رب خلينا نهاجر لو سمحت يا عمو، بحبك. انا من زمان عم بستنى بهاي الفرصه عشان احكي لكم بوجوهكم انكم طول عمركم عم تسرقوا خيرات الشعوب وعم تفرضوا عليها ثقافتكم المستبده والامبرياليه. لكن لا والف لا، بكفي. اذا الشعوب زعلت وحاولت تحكوا انهم همجيين وارهابيين، بس لحد هون وخلص بكفي، طفح الكيل. هذا الزمن راح، هذا الزمن ولا هسه زمن التمرد. الرجاء من مجال الامن التوجه الى غرفه المقابله رقم 4 للضروره، رجاء حمل السلاح. شوفي في ضبع فارد في السفاره. كبرت عزك، مش هذه غرفه 4 اللي كبلنا فيها وهسه قاعد بكابل فيها فريد؟ ها ياك شهنة صفية، ضاع الولد. شو؟ قال بده يهاجر، قال قوم قوم إذا ما خرج جبل الحسين إحنا. والله آه.
أنا فؤاد أضرب أطرع على سنه رمح آخر عمري أنكحش من السفارة كحش 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 كبر عزو النير كبر عزو كبر عزو ما كان بيسوينا أزمة دبلوماسية معهم بتعرف لولا أنا اتدخلت وقلت لهم إني أنا بصدر لهم الخلطة تبعتي وفي بيني وبينهم تبادل تجاري كبير ولا كان روحنا بستين داعي يلا الله كرمك الله كرمك الله كرمك الله كرمك خلص يما يما خلص يما يابا هسا على أي سفارة بنروح على سفارة أمك قدامي ولا قدامي